سيدات والسادة النواب المحترمين، سيدي الوزير المحترمين، قبل الشروع في جدول أعمالنا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى مجلس النواب المغربي البرلمان يتحول إلى حلبة للتراشق والغوات بين البرلمانيين في جلسة عمومية، جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين اللي زعما راها منقولة على شاشات التلفازة في صورة كتبين مدى المستوى الهزيل والمتدني اللي وصلت ليه السياسة في المغرب. واسمح لي اسمح، راه ما غتسكتنيش هادشي، راه ما غتسكتنيش هادشي، لا تسكت، ما غت لا ما غتسكتنيش سي تويزي، راه ما غنسكتش، لا ما سولناكش انا، لا انا كنهضر انا اتكلم مع الرئيس. نواب برلمانيين يا حسرة، ممثلي الأمة كيتراشقوا كيتغوتوا بيناتهم على مواضيع تافهة، لا الوزراء غايبين لا ما هادشي، دون الحديث على جوهر الأسئلة اللي كيطرحوا أصلا هاد النواب. الشرارة بدأت بإعلان رئيس الجلسة عن غياب وزيرين من الحكومة عن الجلسة بداعي المرض، فهنا خداو رؤساء الفرق خذوا الكلمة في إطار نقط نظام كيتحجوا فيها عن عدم برمجة أسئلة أو عن غياب النواب. إضافة الكلمة اللي ألقاها رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو زادت طين بلة، بوانو تحدث على فيها على غياب الوزراء وما علمتوناش باش نبدلوا الأسئلة وكذا، كما هضر على لجنة موضوعاتية لمناقشة المخطط الأخضر باقي ما تبرمجات. إذا كانت الحكومات قد جاوبنا السبت والحد مرة من الدار البيضاء ومرة من أكادير، ما عندنا حتى مشكل. وكيقول لك خص الديمقراطية تكون في المؤسسات. السيد الرئيس خليني نكمل ديال هذه، منذ 2022 ولجنة موضوعاتية حول المخطط المغرب الأخضر لم يتم تفعيلها، وهذه مسؤولية. بعد ما كمل الكلمة ديالو ناض رئيس فريق الأثار والمعاصرة من التحالف الحكومي رد عليه ودافع على غياب الوزراء. هنا القضية هي تشبك بين البرلمانيين والرؤساء، علاش البرلمانيين ينوضوا يردوا على بعضياتهم، وعلاش برلمانيين من الأغلبية كيدافعوا على الحكومة. فيما يخص غياب وحضور الوزراء، فالنظام الداخلي مجلس النواب فهو كيتبت هذا الموضوع. إذن الموضوع غياب الوزراء إذا كان مرض أو كان هادشي معروف، إذن ما كاينش نتذكروا فيه، ما كاينش جواب تحت حدنا، أنا كنهضر كما هضرتي كنهضر حنا، وبالتالي فغياب الوزراء يكون بعد دقائق ديال الصياح والغوات. رئيس الجلسة بقى كيشوف الواقعة وبقى كيساكت وكيبتسم. بعد ذلك أعطيت الكلمة الأمين العام ديال الحركة الشعبية محمد عزيزي اللي حتى هو هاجم برلماني الأغلبية، وقال كيفاش برلمانيين كيدافعوا على الحكومة وهاد الحكومة عندها وزراء وناطق رسمي يدافع عليها. فالقضية شبكات عاوتاني وبدا الغوات فواحد المشهد اللي مخزي كيعطي صورة مزويناش على البرلمان المغربي. تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، كما كنقول دائما يمكن ان نتفق ويمكن ان نختلف، ولكن اللي ما يمكنش نختلفوا عليه هو صون وقار وهيبه هذه المؤسسه. طبعا لما كتخاد واحد النقطه ديال النظام غالبا كتكون في اطار التسيير. احنا اللي كنعاتبوا هي كاين اما كيكون ناطق رسمي للحكومه يمكن يجاوب، يمكن الرئيس يجاوب، ولكن ملي كيوليو النواب كيجاوبوا على الغياب ديال الحكومه وكيبرروه، لا ما يمكنش، هذا خرق. واخا هذا البرلمان لا يتمتع بثقه المغاربه، حتى ديك النسبه اللي صوتت عليه راه لا تتعدى نسبه قليله. هذه السياسه ودا حل السياسه اللي وصلت ليها في هذا البلاد. معك هنا كنائب الأمناء العمور ماشي كلهم في هذه القبة، أنا كنهضر معك كنائب الأمة، وما عندكش الحق تدخل في هذا الشيء، ما تدافعش، ما تعلم، لا اسمح لي، كيفاش تحتار؟ هالعبث، هالبهدلة المؤسسة، هالنماذج اللي كيبهدلوا البرلمان، هالنماذج اللي كيبهدلوا العمل البرلماني والمؤسساتي.